السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. بعد خروج ميرفت امين من المستشفى، طبعا كلنا عارفين انها كانت بتعاني من انهيار عصبي، راحت علشان تزور الفنانة صديقتها الوحيدة دلال عبد العزيز. هنشوف ايه اللي حصل، وكمان انهيار شديد جدا لدنيا وايمي، وتفاصيل الحالة الصحية لدلال عبد العزيز الان. في البداية نوحد الله ونصلي على رسولنا عليه افضل الصلاة والسلام. أكيد المواقف الصعبة هي اللي بتبين مين معدنه أصيل، أو مين اللي فعلا بيحافظ على الصداقة، أو مين اللي ممكن نعتمد عليه بعد كده. بجد بيبانوا كتير وقت الشدة. ميرفت أمين هي كانت ورجاء الجداوي ودلال عبد العزيز، الثلاثي اللي ما كانش بيتفك عن بعضه أبدا، موجودين في كل عزا، في كل جنازة، بيروحوا يساعدوا المرضى، بيزوروا مرضى كتير. بصراحة الثلاثي ده كان دايما متواجد مع بعضه. بعد وفاة رجاء الجداوي رحمه الله عليها، بقت دلال وكمان الفنانه ميرفت امين دائمين هما الاثنين مع بعض، يا دي عندها في بيتها يا في نادي مع بعض، كانوا دايما ما بيفترقوش. وده طبعا على كلام ولسان امبارح تامر امين اللي قال: لما كنت بكون مخنوق كنت بروح اقعد معاهم الاقيهم بيعملوا واجبات العزاء او بيزوروا المرضى، وطبعا دي سيره كويسه وسيره حسنه. دلوقتي طبعا بعد ما الفنانه الجميله دلال عبد العزيز دخلت المستشفى، الفنانة ميرفت أمين ما استحملتش الوضع أبدا، ومن بعد وفاة الفنان سمير غانم كان جالها انهيار عصبي حاد، وانتقلت على إسره للمستشفى. قعدت في المستشفى لسه خارجة أول أمس، وحالتها الحمد لله بدأت تتحسن لما عرفت أخبار عن دلال عبد العزيز إنها الحمد لله المسحة الأخيرة بقت سلبية، فممكن تروح تزورها. فطبعا الفنانة ميرفت أمين ما استنتش وأخدت الخطوة وفعلا راحت. هنشوف إيه اللي حصل وإزاي ميرفت أمين كانت حزينة جدا. بس في البداية هقول لحضراتكم تطورات الوضع الصحي الآن عن الفنانة دلال عبد العزيز. بعد سلبية النتيجة ناس كتير بتسأل: طب هي ليه موجودة في المستشفى؟ يا جماعة الموضوع مش موضوع المسحة تبقى سلبية او ايجابية بس، في حاجة اسمها مضاعفات كورونا طبعا بالنسبة ليها، للفنانة دلال عبد العزيز. المضاعفات كانت صعبة عليها جدا، حصل عندها تليف في الرئة وهي موجودة في العناية المركزة، يعني حتى ما ينفعش تتنقل من العناية المركزة تروح لغرفة عادية، ده على حسب تقرير الأطباء. وعندها فشل تنفسي حاد، فبعض الأوقات بتحتاج لجرعات أكسجين كبيرة جدا، زي ما اتقال طبعا من عمرو أديب امبارح لما أجرى اتصال مع رئيس هيئة مكافحة كورونا. فطبعا قال إن دلال عبد العزيز بتاخد جرعات من الأكسجين كبيرة جدا ومازال الوضع حرج. وأثناء كمان لما كان بيعمل مؤتمر صحفي طبعا سألوه عن حالة دلال عبد العزيز، أجاب بنقطة واحدة قال: لا تعليق، فالوضع غير مستقر. ده طبعا أشد مخاوف ناس كتيرة جدا. وكمان طلع الإعلامي رامي رضوان مستاء جدا ومنهار في على الهواء مباشرة، وقال للناس: ارحمونا الوضع حرج جدا، وانتوا عمالين تقولوا وفاة ووداعا حرام عليكم، الكلام ده ممكن يتعبها اكتر. وكمان قال على تفاصيل حالتها الصحية، قال: وضعها لحد الان ما ينفعش ولا يسمح ابدا ان احنا نعرفها عن الفنان سمير غانم هو فين، على الرغم انها يا جماعة دائمة السؤال عليه. طبعا كان خبر سيء جدا وبشع جدا لرامي رضوان ان الناس عمالة تقول وفاتها وفاتها، فالموضوع كان صعب. طبعا في البداية محدش يتمنى لحد الموت، لان دي حاجة صعبة جدا، كلها تيجي لينا ولكل اجل كتاب، ولكن عشان خاطر بناتها اللي في حالة من الحزن الشديد. تم طبعا منذ قليل اخذوا قرار كبير جدا انهم رفضوا اي اعمال سينمائية جاية لهم. في الفترة دي كانوا بيدرسوا بعض الاعمال قبل وفاة والدهم طبعا، وبعدها اعتذروا لاجل غير مسمى، ولكن عشان اقول لحضراتكم انهم اعتزلوا تماما، النقطة دي مش واردة ابدا عندهم، هم ما اعتزلوش ولا اي حاجة، ولكن اجلوا اي مشاريع لي حين بس لما والدتهم ترجع بالسلامة ان شاء الله والاوضاع تستقر شوية.
وبقى النهاردة مع صباح اليوم توجهت الفنانة ميرفت أمين لزيارة دلال عبد العزيز، بس قبل طبعا ما تدخل لزيارتها دنيا وإيمي كانوا دايما متواجدين، فخرجوا وأشدوا عليها وألحوا عليها كتير إنها لا يمكن تجيب لها سيرة الموضوع. كلنا عارفين طبعا إنها حتى لو دخلت لها مش هينفع تتكلم معاها أو إن يبقى في صلة حوار ما بينهم، لأن الوضع طبعا غير مستقر، وهي أحيانا بعض الأوقات عشان نكون يعني كلامنا صحيح بتتحط على جهاز تنفس صناعي، ولكن مش دايما. كمان الفنانة ميرفت أمين لما شافتها في الوضع ده حزنت جدا وبكت كتير من وضعها، لأن وضع دلال عبد العزيز أو حتى شكلها، في ناس قالت كمان إنها أصيبت بالفطر الأسود في عينيها، ولكن الموضوع ده لحد الآن مش أكيد، وإن شاء الله تكون إشاعة من شائعات السوشيال ميديا. خرجت الفنانة ميرفت أمين من عندها في حالة من الحزن والاكتئاب الشديد جدا جدا، وده كان واضح على معالمها طبعا، زي ما قال تامر أمين امبارح في حواره الصحفي انهم ما كانوش بيستغنوا عن بعض، فهي دلوقتي لوحدها، رجاء ربنا يرحمها توفت ودلال موجودة في المستشفى، فهي عايشة في وحدة شديدة جدا، وده ما تم الاعلان عنه. طبعا ربنا يصبرها، بس الصديق فعلا بيبان وقت الشدة، فهي بان معدنها الاصيل بعكس طبعا يسرا والهام شاهين ولبلبه اللي كانوا بيرقصوا في يوم جنازه سمير غانم. ومش بس كده، وكان دلال عبد العزيز ما زالت في المستشفى والوضع غير مستقر، وحتى الان ما قاموش بزيارتها او حتى انهم ينزلوا تعليق او اي دعاء ليها على صفحاتهم، بعكس هاله صدقي وكمان ميرفت امين والفنانه نهال عنبر اللي دائمين انهم ينزلوا حاجات وادعيه على صفحاتهم. كمان الفنانه ايمي سمير غانم أثارت الجدل كتير جدا بالأمس لما نزلت شاشة سودة خالص وكتبت دعاء لوالدتها، ناس كتير قالت يبقى الوضع حرج أو إنها توفت إكلينيكيا، ولكن هي عادي يا جماعة بتدعي لوالدتها، دي حاجة المفروض تعملها دايما. وكمان لما ايمي راحت علشان تزور والدها في المقابر، الناس سابت كل حاجة وعلقت على ملابسها لبس ابيض وهي المفروض تلبس اسود، وسابوا كل حاجة اكن اللون ده هو اللي هيرجع اللي راح. طبعا سيبوهم يعني يعيشوا حزنهم، مش حتى مش كان لازم يروحوا يتصوروا او حد يروح يصورهم في لحظة وهم عند المقابر. طبعا دنيا عملت اللي عليها ووزعت صدقات وجبات سريعة على الناس الموجود هناك، وده كان من احدى وصايا سمير غانم لما قال لما تروحوا عند المقابر ياريت توزعوا صدقات او تاخدوا اي حاجة توزعوها على الناس الموجودة هناك. وحارس المقبرة كان قال ان سمير غانم قبل ما يتوفى بكام شهر كان دائم زيارة المقابر كل يوم جمعة. ربنا يرحمه، فنان جميل، أسطورة من الأساطير بتاعة الكوميديا بجد. كل الناس زعلت على سمير غانم بلا استثناء في كل الدول العربية وفي العالم كله. ربنا يرحمه ويرجع لهم والدتهم على ألف خير علشان خاطر بناتها، يا رب إن شاء الله تقوم بألف سلامة. بتمنى من حضراتكم تدعو لها بالشفاء العاجل ويصبر بناتها، الحمل عليهم تقيل بجد، هم قدها بإذن الله. سلام عليكم.